السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو حالك؟ شنو حالك يا صديقي الشمال أفريقي؟ أنا متأكد وعارفك أنك أنت تحب أفريقيا وتحب شمال أفريقيا وتحب يعني نطاق البحر الأبيض المتوسط اللي هو حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. لكن للأسف أنت عارف أن إخوتنا الأفارقة اللي جوا يعني تبطروا عنا، ما عندهم أرض خصبة، عندهم جبال، عندهم غابات، عندهم حيوانات ثروة حيوانية ذهب ألماس، لكن ما يبوش الكلام هذا. هم يمشوا لأوروبا، ملوا كسدوا من أفريقيا، فيمشوا شنو يجربوا التلج ويجربوا الصقع ويأكلوا جلاطي في شهر اكتوبر عادي. فاغلبيتهم عشان طبعا ينفذوا الكلام هذا ما عندهمش وقت يحجزوا تذكره وطيران، فشنو يقول لك لا احنا حنمشوا مشي، مره نركب سياره، مره نركب حصان، مره نلقى روحنا وين قاعدين في ليبيا، وبعدين نمشوا من ليبيا لاحد شواطئها النزيكه الكبيره سمحه. لا مش عشان نعوم ونهيجوا، لا عشان نتفقوا مع ناس يعني حلوين جدا ونزيكين ومحترمين وفي منتهى الادب ومعاملتهم جميله جدا. هم المهربين البشر هذوما باش يركبونا في مركب وندفعوا لهم ما يقارب عليه 1500 او 2000 يورو ويحطوني في اوروبا. والكلام ماذا ماشي من زمان وتو سيكا يا سلام، وبالعكس قاعد مره يزيد مره ينقص، لكن احتمال المده الجايه تصير فيه عرقله كبيره. الكلام هذا هو اللي حنعرفوه وحنحكوا عليه تو في شويه مع شيكا على الواوليبيا. قطم عليك فيديو طايش ان في مهاجرين تعبرين معزوقين في الصحراء على الخط الحدود اللي بين ليبيا وتونس والمواقع الليبيه وبعض القنوات الليبيه. تصور شوفوا وضم من اللي حطكم هنا، من حطك انا يا حبيبي؟ هذوما يقولوا انا مش عارف، انا كنت هنا في واحد تونس هو يرميني هنا وقال لي هيك في اوروبا. فطلع الاعلام التونسي قال كذبه، لا نعرفوهم ولا جونا ولا شفناهم ولا خطمهم من تونس، ما دخلناش. المهم الموضوع كبر، خاصة نحن يعني ما دخلناش، نحن دول شمال افريقيا ما لناش علاقة بالموضوع، هي بين سكان غرب وسط افريقيا وبين اوروبا، نحن شو دخل؟ نحن جينا في النص يعني. فاوروبا عشان هي مضرة وايطاليا عشان هي المتضرر الاكبر، اللي خشوا له تو من شهر يناير لعن تو بس تقريبا 85 الف مهاجر غير شرعي. فقررت ايطاليا انها شو تدير؟ قال لك انا لا، انا حلم الناس دول افريقية، دول شمال افريقيا، دول من اوروبا، نقعد زوكي قعميزة ناس عاقله وكبيره ونهدرز في الموضوع وضروري نحلوه. فداروا مؤتمر نزيكي وفي بوفيه سمح وفي الباستا وفي البيتزا والكابتشينو والمكياطا نص نص، سموه مؤتمر روما للهجره والتنميه. الهجره اوكي، بس التنميه هذه كي دوتها؟ حنقولها في نهايه الفيديو. تصبت هيك كبيره الحفله هذه اللي هي جورجيا ميلوني المراين النزيكه الايطاليه رئيس الحكومه اللي هي من اليمين اساسا يعني غادي في اوروبا، وقالت اهو اسمعوا هجرة ما عندناش معها مشكلة، لكن يجوا عن طريق يعني الطرق القانونية. كانك يبدو يجون عريان ولابس، يجون الناس واجدين مرة واحدة، لا نحن لا طاقة لنا بالموضوع هذا. واصبر يا سيدي غادي، رانا نحن كأوروبا وكإيطاليا رانا نبو مهاجرين ونبو تبو مهاجرين، ما انت تبو دكاترة ومهندسين ومعلمين، عارفين كم عارفين تروح كم كويس، لكن ما علينا. المهم يا قاعده هدر زكي خش يا معلم الوفد الليبي، ولما خش الوفد الليبي الدنيا شالت وتصفيق وتصفير ودرابيك. ليش؟ لان يعني وهي اكبر نقطه عبور يعني. كان احنا الوفد بتاعنا ما كانش فيه شخص واحد، دوما جو اثنين، رئيس مجلس الرئاسي ورئيس الحكومه الوطنيه، قالوا نحن من اللي يمشي انا ولا انت؟ هذا قال انا، قال خلاص نمشوا مع بعض. صار فيها فضله لما تكون انت وصاحبك في نفس الدرج، فكل واحد منكم يقرا جزء هيك في الماده عندكم فيها امتحان. ايوه هم اخذوا خطابك يقسموه، انت حتقول هذه وانا حنقول هذه وخلاص جو سمعه. فنط رئيس المجلس الرئاسي وقال هو الكلام هذا راهو كويس وكلام ما عندنا ما نقوله فيه، لكن رانا نحن وحدنا ما نقدرش، رانا نحن بلاد متشرتعة ورا نبو فلوس ونبو تصبايت تريس، قال نبو تصبايت رجالة معنا. وطبعا شوية كلام هيك من جاي وغادي ان افريقيا تبي تنمية وان ما كانوش عارفين هم الاوروبيين الكلام هذا، يعني نورت المحكمة، هم اللي شفطوها يعني، هم اللي هم عارفين هم كانوا غادي. المهم في خضم الموضوع هذا في ناس برضو حتى مسؤولين في ليبيا ما حضروش الاجتماع هذا. فتاني يوم مسؤولين سياسيين وناس في البرلمان قاعد يقولوا لا راه هذوما يبوا يبطنوا يعني المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا، راه فطلهم كويس هذوما. وزقبوا لرئيس حكومه الوحده الوطنيه قالوا هذا ريتوا باحر، هو قاعد وقع، هذا وقع. والراجل طلع تاني يوم حلف طلقات ما درت الشيء ولا وقعت حاجه يا ما فكونا بالطواطي. لكن يا ترى يا هل ترى هل هذا تحمل فقط على رئيس حكومه الوحده الوطنيه ولا هيك ان الموضوع في بنت شياط؟ هو اول حاجه خلينا ندوا الحين مع بعضنا، هو اوروبا يعني والعالم الغربي بصفه عامه ما يذبحش ديك اللي على مطلب، يعني ما يديرلكش حاجه هكي يعني بالجو سمح، حتى لو دار لك ما اعطاك فلوس وهيجك ودار لك تنميه وكذا هو يبي منك حاجه بعدين. وليبيا زي ما انت عارف الوضع فيها هش، وقال لك ان جنوب يعامل كمعامله دول العالم الثالث بالنسبه لنا احنا في ليبيا، وفعلا الناس هذوما يعني فسروا حالتنا تفسير فسلوسي مش عادي. هذا عليش كانت في رده فعل قويه من بلديات الجنوب، قالوا لا يا ورا افطنوا، حتى في مواضيع في منظمات ايطاليه جياتي بديرا مواضيع تنمية هنا. زي مثلا المنظمة الإيطالية أراباتشي للسلام، هذه منظمة مكانها في مدينة باري في إيطاليا. المشكلة باري زمان نزلوا درجة تانية ولا تالتة مع 10 قوبك، فقال لك جايين لجنوب الليبي وبيديروا حاجة اسمها مركز صحراء السلام.
شو بديره بالضبط؟ لا يا غالي افهمني بس، نحن رانا نبغى ندعم الزراعه والقطاع الزراعي، ونبغى نعلم الناس، ونبغى ندمجوا السكان مع المهاجرين الجدد. الكلام هذا انا قريته في الاندبندنت، لكن مش متاكد منه بالضبط انهم ما قالوا هكي، لكن اكيد انهم ما قالوا حنساعده على الاندماج. اندماج من بالضبط؟ فالبحر فيه كلب، ما تقوليش ان البحر ما فيش كلب، لا فيه كلاب واجد قاعده يعوم من جوه، وانا مش حنخش نعوم. وما فيش دخان من غير نار يا غالي، والنار كبره غادي عندهم في اوروبا، فهم ما يحبوش ينحرقوا بالنار وحدهم، يعني اكيد بيخشونا معاهم في الموضوع. انت نبي نعرف رايك، لان رايك مهم، انت شمال افريقي صديقي، نبي نسمع يعني، سمعني صوتك. بعد ما تدير لايك وتتابع صفحه الواو، يعني تخش تكتب لي تحت شو رايك، هل الموضوع هذا في منه ولا لا، وانت شن سامع؟ لان يعني عارفك سامع حاجه ما في القهوه في كوشه، عارفك انا. فانت لاقي يا اخوتي فيديو جديد. السلام عليكم.